طالب محامو السيناتور المعتقل محمد والقضاء قاضي التحقيق بسماح لموكلهم بالخروج من السجن من أجل التوقيع على ترشحه لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان حزب التناوب الديمقراطي إيناد المعارض قد رشح والغد المعتقل منذ نحو سنة على رأس لائحته الجهوية على مستوى العاصمة نواكشوط. ومعنا في الاستديو المحامي محمد المامي والملاي علي محام عن السناتور محمد الغد. اهلا وسهلا بكم. بدايه من الناحيه القانونيه، ما مدى احقيه السناتور محمد الغد في السماح له بالخروج من السجن والتوقيع على ترشحه لدى المستقل للانتخابات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرفون السناتور محمد الغد هو قيد الحبس الاحتياطي في السجن منذ قرابه سنه دون ان تتم محاكمته. وكما تعرفون ايضا ان المتهم حسب القاعدة الشهيرة بريء إلى أن تتم إدانته بقرار قضائي نهائي طبقا للمادة 13 من الدستور، المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية. الدستور الموريتاني ينص في المادة 48 على أن شروط الترشح لانتخاب النواب أن هذه الشروط تحدد بقانون نظامي. لذلك القانون النظامي المتعلق بانتخابات النواب نص في المادة السادسة، حدد بشكل صريح ومحدد ودقيق حالات عدم الأهلية للترشح، حددها بحالة الحكم بعدم الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، أو الإدانة بجريمة رشوة أو جريمة التزوير الانتخابي، أو الإدانة بالإفلاس أو كون الشخص تحت التصفية القضائية. وبطبيعة الحال كما تعرفون السناتور محمد الغدة هذه الشروط لا تنطبق عليه، الشروط عدم الأهلية هذه لا تنطبق عليه. لذلك هو تقدم بطلب إلى النيابة العامة من أجل الحصول على شهادة صحيفة السوابق العدلية التي تكرسها المادة 690 من قانون الإجراءات الجنائية وتعطي الحق لكل مواطن في الحصول عليها. النيابة العامة ردت على طلب السناتور بأنه لا يمكن تسليم صاحبة السوابق العدلية إلا لصاحبها، أنه لا يمكن تسليمها للغير، رغم أن الطلب قدم لها عبر المسطرة المعروفة عبر مسير السجن الذي هو الذي يمثل مجتمع السجن. لذلك تقدم دفاع السناتور بطلب إلى قاضي التحقيق من أجل استخراجه من السجن للمثول أمام النيابة العامة من أجل استلام صحيفة السوابق العدلية، وأيضا من أجل التوقيع على تصريحه بالترشح. طبعا هذا الإجراء تتيحه مادة 643 من قانون الإجراءات الجنائية ومادة 89. على ذكر هذا الطلب، يعني كيف تعاطى القاضي قاضي التحقيق مع العريضة التي تقدمتم بها أمامه؟ نحن تقدمنا بهذه العريضة من أجل استخراج محمد الغد للمثول أمام النيابة العامة كما قلت لاستلام صحيفة السوابق العدلية. قاضي التحقيق بطبيعة الحال أحالها إلى النيابة العامة من أجل إبداء الرأي، لكن للأسف النيابة العامة تمسكت بهذه الوثائق ولم تعدها إلى قاضي التحقيق من أجل إصدار قراره. فالنيابة العامة للأسف منعت صحيفة السوابق العدلية واحتجت بأنه لا يمكن تسلمها للغير، ثم منعت استخراج السناتور للمثول أمامها من أجل تسلمها، وكأن لسان حالها يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. في حال سمح له بالخروج السناتور والتوقيع وترشح وفاز، أليس بمقدور البرلمان أن يرفع عنه الحصانة البرلمانية؟ بطبيعة الحال الدستور صريح في هذه الحالة أن الغرفة التي ينتمي إليها، طبعا الآن أصبح البرلمان غرفة واحدة، والدستور صريح في أن البرلمان بإمكانه أن يوقف يرفع الحصانة، أن يوقف المتابعة بالنسبة لأعضاء البرلمان. جميل جدا. في حال فاز واكتسح نائب صفة النائب البرلماني، يعني هل يشفع له ذلك بالإفراج عنه؟ هو بطبيعة الحال عندما يفوز في الانتخابات ويصبح نائب في البرلمان ستعود إليه الحصانة البرلمانية تلقائية. لكن هو الآن أثناء إجراءات المتابعة، إيقاف المتابعة من صلاحيات البرلمان إيقاف متابعة أعضائه التي كانت سارية، يعني التي فعلا بدأ في والمواد القانونية صريحة فيما يتعلق فيها، الدستور صريح فيما يتعلق. مضى ما يقارب العام محمد المامي على اعتقال السناتور محمد والغد، أين وصل ملف محاكمته؟ يعني آخر التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف. بالنسبة للملف الإجراء الملف 04 المتعلق بالملف الأول، لأنه هو عقب اعتقاله وهو إذاك متمتع بحصانته البرلمانية، تولد عن هذا الاعتقال ملفان، ملف
أحيل إلى قطب الجرائم الفساد وهو الملف 04، وملف آخر يتعلق بتهمة الافتراء. بالنسبة للملف المتعلق بتهمة الافتراء تمت إحالته أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية، وهو مبرمج للمحاكمة يوم الخميس القادم بإذن الله. أما بالنسبة للملف الثاني فهو إلى الآن ما زال في عهدة قاضي التحقيق، بطبيعة الحال لم يقدم فيه جديد منذ بداية الاعتقال منذ قرابة سنة إلى الآن، التحقيق فيه لم يتقدم، لم يأتي بجديد، ونحن في انتظار أن ينهي قاضي التحقيق إجراءاته ليحيل الملف. شكرا جزيلا لكم محمد المامي والملاي علي محامي عن السناتور محمد الغدا، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا.